يلا نروح ونشوف كده مع بعض اتصال الاستاذ سعيد من المحله معانا. استاذ سعيد، يا استاذ سعيد. الو، اتفضل يا استاذ سعيد. انت مضيع وقتك ومضيع كل كلامك في الفاضي ليه بس؟ انت احنا في اربعه بنتعادموا الصبح، انت قاعد بتضيع وقت ليه؟ يعني ايه بضيع وقت يا استاذ سعيد؟ يعني اعمل ايه يا استاذ سعيد؟ انت شايف ايه؟ اسمعني بقى من التليفون اسرع يا استاذ سعيد عشان نتكلم مع بعض اسرع. ما احنا بندفع ضرايب، بندفع، بندي لك انت اجرك بتاخده مني وانت قاعد زي ما انت كده. بتقول ايه يا استاذ سعيد؟ بتقول ايه؟ انت اجرك بتاخده من عندي انا، اللي بدفع الفلوس دي، بدفع كل شهر هنا انا وعيالي بندفع ضرايب، بندفع لكم. بتدفع لنا احنا ضرايب؟ انتوا قاعدين فيه وقاعدين بتضيعوا الوقت ولا بتقولوش حاجه تنفع. طيب استنى بس، استنى، ما بتقولش حاجه تنفع خالص. بقول لك ايه، انت عارف انت بتكلم مين يا استاذ سعيد ولا لا؟ بكلمك انت. انا اسمي ايه بقى؟ انا اسمي ايه؟ انت لسه هتسال اللي جنبك انا اسمي ايه؟ انت بتديني مرتبي وما انتش عارف اسمي. انا بكلم الاستاذ احمد. احمد مين بقى؟ مش احمد موسى، انا ما اسميش احمد موسى. انت فعلا بتدفع مرتب احمد موسى على فكره. انت بتاع قناه مكملين، انا تبع. ايوه قناه مكملين مالهاش دعوه بضرايبك يا ريس. يا عم سعيد، عم سعيد بالله عليك، انت راجل من المحله، يعني راجل من الغربيه، وشكلك ضارب سندوتشين فول من عند البغل من الشون وبصلتين والدنيا زي الفل. حلو جدا، انا مشتاق جدا ناكل السندوتشين دول، بس السيسي مانعني انزل مصر. الحاجه بقى اللي انا عايز اقولها لك ايه بقى يا حاج سعيد؟ افهم معايا يا حاج سعيد، انا مش احمد موسى ولا انا عمرو اديب ولا انا طالع من مدينه الانتاج الاعلامي يا عم سعيد عشان اخد الضرايب بتاعتك اخد بيها مرتبي. اللي بياخد مرتبك وضرايبك وكهربتك اللي انت بتدفع فلوس للكهرباء عشان يشيلوا لك الزباله والزباله جوه بيتك يا عم سعيد هي عبد الفتاح السيسي ورجالته وعصابته. اللي بياخد مرتبات وبيطلع يغيبك يا عم سعيد ويقول لك ان في كره ارضيه تحت منصه رابعه هو احمد موسى يا عم سعيد، والغيتي بيلبس الباروكه يضرب الباروكه ويطلع يعمل عليك نجم يا عم سعيد، وما تعرفش تقعد لا في المكان اللي هو ساكن فيه ولا تركب العربيه اللي هو راكبها يا عم سعيد. اي واحد فيهم كان مأسد ومعفن دلوقتي يا عم سعيد بفلوسك بيلبس ويتنطط عليك، انما انا يا عم سعيد زيك غلبان، على فكره من الغربيه من عندك يا عم سعيد برضه، ومرتبي مش انت اللي بتدفعهولي، وضرايبك اللي بياخدها عبد الفتاح السيسي مش احنا للاسف يا عم سعيد. فهمت يا عم سعيد؟ اتمنى تكون فهمت يا عم سعيد عشان انت برضه تلزمني لانك مواطن مصري.